إذن رجعنا لكم بفقرة التغذية مع ربا مشربش. اليوم رح نخصص حديثنا عن الأفوكادو، رح نحكي عن الفوائد والأهم والأشهر إنه رح نعمل كمان نتعلم سمودي بطريقة صحية، ممكن يكون فطور صحي للي عندهم الأغراض ممكن يطبقوه معنا. هلا صباح الخير، صباح ربا. الخير دانا، كيفك؟ أنا منيحة. صباح الخير ربا، شكرا إنك عرفتيني على الأفوكادو اليوم. حسيته مش من محبي الأفوكادو. لا اليوم تعرف عليه كويس، زي اللي بحكي لدانا قبل، زي الباذنجان شكله، بس مش واحد على بده باذنجان احفوري بخايف منه، خلينا على الموز شوي اشوف لك الكهرباء. لا هو منيحه بس هي مش راكبه مزبوط. هلا بنركبها. طب اسمع، هلا هي تم صلح لنا اياها لما نسوي الأفوكادو نحكي بنضبطه. هلا بنشوف شو رايك. اوكي هي ضبط تمام. تأكدي بالله؟ لا 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 تمام. رح نعمل كوكتيل لأن عنا تاريخ مع الخلاط. لا بس هون أنا لعبتي، ما تخاف أي إشي بدك إياه، لأن في صندوق عدة صغير بضبط لك أي إشي بدك إياه، ما يهمك. بالبداية إيش الفوائد للأفوكادو؟ أول إشي للي ما بعرف، الأفوكادو هو من مجموعة الدهون، نقدر هو فواكه ولكن منخفضة جدا بالسكر، وهو غني جدا بالدهون. دائما الناس بيخافوا منه لأنه بيقولوا غني بالدهون، ففي كتير أشخاص ما بتناولوه، بس هو غني جدا بالدهون اللي احنا بنسميها دهون غير مشبعة. والدهون غير مشبعة في عدة أنواع، في أحادية الإشباع وفي متعددة الإشباع، هذا يعني بدخل بتركيب أنواع الدهون. وهاي الدهون كتير لها علاقة زي زيت الزيتون. يعني زي كيف بنحكي زيت الزيتون وعلاقته بكتير بخفض الكوليسترول وأمراض القلب وغيرها. فعشان هيك بيجي فائدة الأفوكادو. حلو. وبما أنه جاي من الفواكه، هي عادة معظم أنواع الفواكه غنية جدا بالسكريات والنشويات، ولكن هو غني ما فيه سكر، يعني حتى بتلاحظ طعمه يعني تقريبا زي كأنه سادة، ما فيه سكريات عالية. اللي بيميزه جدا أنه غني جدا بالألياف. واللي ما بعرف، في عنا نوعين من الألياف، في عندنا نوع من الألياف اللي نسميها ذائبة، ونوع من الألياف الغير ذائبة، اللي هو واحد مفيد جدا للسكر، لانتظام نسبة السكر في الدم، وبيساعد على خفض الكوليسترول. وفي عندنا الألياف الغير ذائبة اللي هي مفيدة جدا لموضوع التخلص من الإمساك وغيرها. هلا اللي بيميز الأفوكادو انه في نوعين من الألياف هدول. يعني احنا عادة الأشخاص اللي عندهم سكري وأمراض قلب بنقولهم ركزوا على الشوفان، ركزوا على الفواكه زي التفاح، زي البقوليات، هاي كتير مهمة لموضوع الكوليسترول والسكريات. الأشخاص اللي عندهم إمساك بنقولهم ركزوا على الأنواع الألياف الثانية اللي هي مفيدة للتخلص من الإمساك. زي الحبوب الكاملة برضو بدخل البقوليات والفواكه والخضار منها، بس في عنا هدول النوعين. هلأ الأفوكادو غني بالتنين، تقريبا الحبة فيها 2 جرام 3 جرام من الألياف، احنا نحاول نوصل 25 جرام من الألياف. قد ايه الحبة فيها سعرات؟ هلا الحبة حسب حجمها، نيجي الحبة الأصغر من هيك، إذا احنا أخذنا 50 جرام من الأفوكادو يعني بيطلع تقريبا نص حبة كبيرة، فيها تقريبا 70 سعرة حرارية. مش كتير. مش كتير. لا ممتازة. يعني تقريبا فيها 70 سعرة حرارية، وفيها زي ما حكيت 2 ل 3 جرام من الألياف. حلو. طب كحصص غذائية كفواكه بنعتبرها مثلا كحصة فاكهة يومية، مثلا بدل برتقال بدل تفاحة كذا، بنعتبر نفس الشيء؟ احنا بنبدلها من حصص الدهون عادة، دهون مش الفواكه. يعني مرات لما نضيفها على السلطة، لما نضيفها على هذا، بنخفف شوي من الزيت، ممكن نحط الأفوكادو، بس ما نخاف منها لأنه كتير ناس بخافوا منها لأنه بفكروا إنه الأفوكادو كتير بنصحه، تمام، أو بحسوها إنه مثل الدهون كأنه بيأكل اللي هي الدهون الحيوانية أو الدهون مثل يعني ما بدنا نكتر من تناولها، لأنه أكيد مقارنة بالفواكه الثانية أكثر سعراتها الحرارية وأكثر فيها نسبة الدهون، ولكن مفيدة جدا، ورح نحكي اليوم عن عدة دراسات. حلو. نحن عفوا ربا، بالنسبة لنسبة الدهون عم نحكي عن 2% كإنتيك أو كأخذ يومي بالنسبة للشخص كدهون، قد ايه 25 تقريبا من مجموعة سعراتنا الحرارية، احنا بنحسبها 25% من السعرات الحرارية. طب من مجموعة من الأكل الحرارية. هذا بوافق شيء؟ يعني
يعني قد ايه بيطلع الكميه؟ بيطلع الكميه تقريبا من 3 ل 5 حصص في اليوم غير الدهون المحسوبه الموجوده في الدجاج واللحمه والهذا. يعني بيطلع تقريبا اذا بدنا نحسبها كمشه مكسرات، معلقه كبيره زيت زيتون، او ممكن ندخل افوكادو او اي شيء الحبوب البذور هاي اللي فيها زي البزر وغيره. طبعا. هاي كنت تعتبر من الدهون. هلا فيها اشياء ثانيه فيتامينز كثير مهمه، فيها الفوليك اسيد مهم جدا لانقسام الخلايا للدي ان اي الماده الوراثيه بالجسم، مهم جدا للحوامل هلا بنحكي عنه شوي بالتفصيل اكثر. فيه الفيتامين سي، فيه كمان مواد مفيده جدا من المواد المضاده للاكسده. تمام حلو. اذا غني بالفوليك اسيد، غني بالفوليك اسيد والبي فيتامينز والفيتامين سي ومواد مضاده للاكسده، هلا بنحكي عنها بالتفصيل لما نحكي عن فوائده لعده مجموعات. وزي ما حكينا قلنا الالياف الذائبه والغير الذائبه والدهون الغير مشبعه. حلو. شو هالافوكادو ملك مستاهل يكون شوي غالي ملك. يعني شوي غالي يمكن لانه احنا ما بنزرعه، كله مستورد بكون. بس مفيد جدا، وهلا رح نحكي عن عده دراسات كمان خاصه لموضوع القلب. اليوم نسال المهندسه امل كيف نزرعه في البيت. بدنا نزرعه في البيت تحت التخت خلاص. ما بزبط الاجواء عندنا في الاردن، لازم نسال امل. نسال امل نشوف بصير نزرع. انا بعرف استوائيه بنصير. انا بعرف دائما بنستورد نصير نبيع نزرع. بس اسمعي، يعني مش كل السوبر ماركت بيبيعوا، وفي سوبر ماركت بيبيعوا كثير غالي، بس في محلات بيبيعوا باسعار يعني معقوله. لازم نسال امل عن جد. اليوم هي امل بالفقره لا يعني تقرير. اوكي من نسالها. طيب بدنا نعمل احنا سموذي كمان. رح بس نحكي على الفوائد بالقبل. خلينا نكمل. هلا في عنا هون اربع صور هي اللي بتركز اكثر شيء الافوكادو لايش مفيد. عنا اول شيء عنا رح احكيهم بسرعه بعدين نحكي عنهم بالتفصيل. عنا لامراض القلب، القلب يعني من الاغذيه المفيده جدا للقلب. رح احكي عنهم بالتفصيل. للعينين. عنا لمرضى السكري مفيد جدا الافوكادو، وللحوامل. حلو. اوكي، فهاي الاربع مجموعات اللي كثير ممكن يستفيدوا من الافوكادو. اذا بدنا نحكي عن القلب، في عندنا عده دراسات انعملت على الافوكادو. رح اختار واحده من الدراسات احكي عنها اللي هي انعملت ب 2014. دراسه درسوا فيها قد ايه استهلاك الافوكادو علاقته بالتقليل من ال دي ال اللي هو الكوليسترول الضار. ونعرف اذا ارتفع كثير جدا هذا ممكن ياثر لمرضى القلب. فعملوا دراسة على أشخاص عندهم شوية سمنة وعملوا لهم حمية ومشوهم على ثلاث أنواع من الرجيم. رجيم قليل جدا بالدهون، رجيم معتدل بالدهون وخلوهم يأكلوا أفوكادو حبة في اليوم، ورجيم ثالث معتدل بالدهون ودخلوا زيوت تانية. فوجدوا أن المجموعة اللي كانت تأكل حبة أفوكادو في اليوم كان في كتير تأثير فعال على الـ LDL كوليسترول الخطير. فممكن وفي دراسات تانية داعمة لهذا الموضوع أكثر من قبل، كان برضو تأثير على ال LDL هو الكوليسترول الضار. فهذا تأثير الأفوكادو لمرضى القلب، فعشان هيك في ناس بيخافوا منه. بس بدي أقول لهم إنه بالعكس مفيد. بالعكس بس كل شيء باعتدال، يعني ما نتعدى نص حبة حبة في اليوم. عادي بنقدر يوميا معناته. بنقدر يوميا طبعا كثير. يعني هاي من الدهون المفيدة جدا، زي لما نحكي الجوز في مرة في اليوم مفيد جدا لمرضى القلب. مفيد جدا للعينين لانه في عندنا مواد مضاده للاكسده، في ماده اللوتيين وزيزانثين، وهي مهمه جدا للعينين خاصه للكبار بالسن. نعرف الكبار بالسن بتقل يعني قدرتهم من نظرهم بخف شوي، فهاي للحمايه برضه من الامراض اللي بتصيب ضعف النظر على الكبر. تمام. اوكي، ثالث شيء على موضوع السكري، عده دراسات انعملت على موضوع استهلاك الافوكادو، عده حميات كانوا يدخلوا فيها الافوكادو. كثير بيساعد لانه زي ما حكينا موضوع الالياف، وبنعرف انه كثير من مرضى القلب مرتبطين جدا ب عندهم بيصير عندهم ارتفاع في الدهنيات والكوليسترول وكذا، فكان يعطي نتائج ايجابيه. فمرضى السكري ممكن، يعني اذا واحد عنده سكري وعنده مشاكل في الدهنيات ممكن يدخل الافوكادو بالسلطات، او في ناس بنعمل منها زي اللي بسموها ايش هي الخلطه الجواكامولي. الجواكامولي برضو هاي مفيده جدا كمان لانه في ناس بحطوا فيها بندوره. بس ما نكتر اشياء ثانيه. ما نكتر اشياء ثانيه. هي كخلطه مفيده. هي كخلطه مفيده، في ناس بياكلوها مع الشيبس، لا احنا بناكلها مع سندويشه. واخر شيء طبعا مهم جدا للحوامل، لانه خاصه اول ثلاث اشهر من الحمل، لانه يعتبر مفيد جدا للفوليك اسيد. وبرجع بعيد، فوليك اسيد مهم لانقسام الخلايا، تكون النخاع الشوكي عند الجنين، مهم جدا لتكون الماده الوراثيه، مهم جدا للدم.
يعني الناس اللي عندهم ضعف دم مش بس الحديد، يعني حديد وفوليك اسيد والبي 12، هدول الثلاث فيتامينات. تمام، ربما رح تعملي لنا خلطه معينه، شو رايك؟ انا بحب اعدي له ماسك كاسه فاضيه وهيك. طب هذا كثير سهل، انا بعمله اذا بدك افوكادو، اذا مفيد لنقص الحديد وفقر الدم. مفيد جدا قلت، لانه الفوليك اسيد فممكن اكيد يعني مش رح يعطيكي، مش رح يرفع الدم كثير، بس من الاشياء اللي ممكن مفيدة. ندخلها طمع. لانه فقر الدم مش بس الحديد، في الحديد والفوليك اسيد والبي 12 ثلاثه هذول لهم دخل بهذا طمع. الموضوع أوكي. اوكي الكوكتيل رح نحط فيه موزه اوكي، واذا في اي اسئله دعنا بجاوب قبل ما يلا اللي منشوف لك. طب هذا تقريبا اللي رح نعمله، بما انه فيه افوكادو فيه موز فيه حليب خالي الدسم فيه عسل كمان انا شايفه. قد ايه تقريبا الكاسه سعرات؟ هلا سعرها بتطلع قد ايه بتبيع الكاسه؟ الكاسه الكبيره بتطلع تقريبا 150 سعره حراريه، فيعني تعتبر كميه منيحه على الفطور، ممكن ناخذها مفيده جدا. هلا في مشكله بالافوكادو، هي مش مشكله كبيره ولكن انه بيغلب، لانه احنا لازم نشتري طري يعني خاصة بالكوكتيل ما لازم يكون يابس. حاولت مبارح أدور كتير على إشي طري، هاي أطرى واحدة، وإذا جبناها يابسة يعني عادي بتتركوها شوي بتطرى، أو بتحطوها بكيس بني ورق مع تفاحة وسكروها بستوي يعني شوي. فهي هاي مشكلة الأفوكادو، فهاي لا يعني تعتبر مش بطالة، بس بتخيل لو كانت مستوية أكتر بطلع أزكى الكوكتيل، بس منيحة. على كل فوائد اللي فيه مظلوم بشكله شوي الافوكادو ما حبيت شكله، بين الخيار والباذنجان طالع ومجعد، بين الكوسه بين الكوسه والباذنجان. هلا يمكن للناس اللي ما عمرهم يعني ما بحبوه اول مره بدقوه يمكن هيك يستغربوا طعمه، بس للي بتعود عليه لا بحبه. بتعرفي كيف مرات يقدم اذا بدناش نصعبها لسلطه ولا جواكامولي، ممكن بس شويه ملح ليمون وزيت زيتون. ممكن صح، ممكن يتقدم بهاي الشكله. احنا اليوم قدمناها خبيره الافوكادو دانا انت. زاكي لا زاكي، وهيك على فكرة طريقة تأشيرة اللي ما بعرف، بس المهم تكون مستوية مزبوط. طيب أنت جديد هيثم على هالموضوع. أنا جديد على أفوكادو. حسيته عم بتعرف على الحلي. السؤال هو ما له علاقة بموضوعنا، بتحكي هل خل التفاح الطبيعي بعد الأكل بنحف؟ خل التفاح لا، ما في دراسة موضوع الخل دائما، حكينا كثير، بس في كم من دراسة على الخل، بلكن حكيتها ب يعني بعض النتائج الإيجابية. في كم من دراسة ريتها آخر فترة بس مش متذكرة بالضبط، بس بوعدهم إنه بعمل فقرة بفقرة الأبحاث بنحكي عن الموضوع الخل. طب في سؤال من فدا بتحكي لنا إنه ابنها عنده حساسية من الفواكه تقريبا، بس البرتقال بتحمله وهو 11 شهر، فكيف ممكن تعوضه؟ هلا عاد اذا بيحب نوع واحد من الفاكهه ضل تدخله، بدها تحاول تدخل الخضار اللي فيها الوان، يعني فلفله حمراء صفراء جزر، هدول شوي بيعطي فوائد الموجوده بالفواكه. واذا بحب البرتقال مش مشكله ضلها تقدم له برتقال، بس الا يكون في فاكهه ثانيه يعني مش حساسيه من كل انواع الفواكه، الا يكون في شيء ما بعطت. طيب حطينا حليب افوكادو، حليب موز افوكادو، رح احط عسل معنا تقريبا. بالعاده بتستخدمي حليب خالي الدسم؟ خالي الدسم انا بستخدم خالي الدسم دائما. هلا للكوكتيل عشان اخفف من السعرات، بس احنا قلنا بحلقه سابقه انه شويه نسبه الدهون الموجوده بالحليب، لانه نوع من الدهون الموجوده بالحليب اللي هي بنسميها دهون قصيره، يعني طول الاحماض الدهنيه قصيره. هاي الدهون الاحماض الدهنيه القصيره بتساعد على امتصاص الكالسيوم، يعني بتعمل زي رغوه مع الكالسيوم وبتساعد في امتصاصها في الامعاء، مش زي دهون بالنسبه التالي. للدهون يعني اللي بالحليب كامل الدسم، كثير ناس بيحكوا انه ما في مشاكل اذا باعتدال، اذا بقيه الاكل خلال النهار ما فيش فيها كميه دهون عاليه، فبكونش بالنسبه للدايت ما بيكون في فرق كثير كبير بالنسبه للسعرات كامل الدسم هي منشدد بس على موضوع الناس اللي عندهم كوليسترول ودهنيات، لأنه بنحاول نشوف إيش في أكل بناكله ونخفف منه، بس قلت شوي على نوع الدهون مختلف عن الدهون الموجودة بأكل الثاني. تمام نخلطهم. أوكي تمام. انا حاسس بنحط فراوله كمان صح؟ لا اذا بنحط فراوله بيختلف الطعم. هلا هو طعمه شوي يعني مش حلو، ما تتخيلوا زي الانواع الحلوه، بس انه انا بحبه كثير صراحه.
طب أولادك بتقبلوه؟ ليس عندي كتير بحب الأشياء، رينا بتغلبني شوي بضلني وراها. ربا أنا بقترح عليك لأنه كتير في أسئلة تحديدا عن تغذية الأطفال، كتير شو رأيك نعمل برضه نخصص حلقة لأنه في كتير أمهات عم ببعتوا لنا ما بحب كذا، ما عم بياكل، ما بعدين في أكم من حلقة على موقع رؤيا وعلى يوتيوب، على موقع كتير عملنا عن حلقات وكيف مندخل أكله، بس رح أخصص الشهر الجاي أكم من حلقة لأنه في مرة عملنا وصفات للأطفال الصغار اللي بعمر 6 أشهر، حسيت في طلب عليها كتير، رح أدخل وصفات تانية وأكيد بنخصص. المشكلة بجوز بالأطفال يسلموا يعطيك العافية. المشكلة بالأكل الأطفال بجوز قديش بتقبلوا وما بتقبلوا دانا، يعني في كتير أطفال مثلا أنواع معينة من الأكل ما بتقبلوها، ناس أو أطفال صغار ما بيشربوا حليب وحسب يعني يسلموا. في أطفال كتير مثلا ما بيشربوا حليب أو غريب قابلية الطفل لأكل معين أو لشرب معين، من وين تتكون ربا؟ هلا هو هاي المشكلة دائما بتغلبوا بالسنة، من أول سنة لثلاث سنين دائما الأطفال بهذا العمر دائما بحكي لهم متقلبين من ناحية إنه برفضوا الأكل بيقبلوا أكل معين، هذا إشي طبيعي، بس دائما بتكون الأخطاء عند الأم يعني مرات أو عند الأهل، الشد الزيادة عن الموضوع أو اللي بصروا دائما إنه لازم ناكل أكل معين أو بخصبوهم إن يكملوا وجبات معينة. إحنا نحاول ننوع قد ما بنقدر، وزي ما حكينا عملية إشراك الطفل دائما بتحضير الأكل وبشراء الأكل برضو بيساعدنا كتير. الأهل بخافوا أول سنة أو سنتين تحديدا لما الطفل ما يأكل أو بيفقد شهيته، خصوصا لما يمر أكثر من يوم، يعني أحيانا بمر يومين ثلاثة الولد فعلا ما بيأكل. هلا شوف، على حسب، مرات بتكون المشكلة إنه إحنا بنفكر إنه الكمية لازم يأكلها الطفل كتير كبيرة. يعني وهاي مرة أنا ورجيتهم على الشاشة حكينا إنه الكمية قطعة، يعني لو أكل قطعة جاج بحجم، إذا عم نحكي على ولد عمره سنة سنتين، حجم قطعة الشيش طبوق يعتبر كافي تقريبا. إذا أكل بيضة اليوم، نص رغيف الصبح، نص حبة تفاحة مع نوع تاني فواكه، أو بكون كفة. أو مرات بنكون مركزين على وجبة واحدة إنه الطفل ما أكلها، بس بكون هو طول النهار ماكل. يعني في ولد مثلا تلاقيه بياكل الخيار لحال، بياكل بيضة لحال، بياكل تفاح لحال، فهذا لازم ننتبه له. يعني قد ايه الكمية اللي بياكلها الطفل خلال النهار، وشو يعني شو عم بياكل وجبات خلال النهار. تمام. سريعا، اذا الافوكادو مفيد، ما نخاف منه، لمرضى السكري برضه حكينا انه في سؤال عن السكري. مفيد طبعا، مفيد للسكري بنفس الكميه ولا نص حبه في اليوم، يعني اذا حطينا على السلطه، اذا عملناها بكوكتيل مفيد زي هيك، ممكن بدل موز نحط فراوله اذا حابب انها نزيد شويه الحلاوه او اللون، بس انا حبيته لانه بحب لونه اخضر، بحسه غريب. لا لطيف بالنسبه شيء جديد، فضحتونا يعني. بحكي لكم لا انها كانت لهون وشربتها، مش هيك متعودين. بس زاكي بنصحكم اللي بده شوي يزيد حلاوه، هو لانه مش حلو، بس هو مو حلو ابدا، بس معتمد على هاي، بس اللي بده هذا بده يحط سكر. تمام. هذا نفس السؤال كنت اساله بالنسبه للتحلايه الدائمه ربا الصحيه، دائما بفضلوا العسل او بتفضلي العسل على معالق السكر؟ هلا من ناحيه السعرات، شوي العسل فيه سعرات اكثر شوي من السكر، بس احنا بدنا ننتبه كمان اذا عم نكتر من العسل بصفي زي تاثير السكر العادي يعني. تمام. اوكي، العسل افيد شوي من ناحيه شوي مواد مضاده للاكسده، بس ما لازم نكتر كمان من تناوله. تمام. في سؤال اذا له علاقه بالعضلات وعلاج الام الظهر. ما في علاقة مباشرة، بس هو في بعض الفيتامينات المفيدة فيه اللي ممكن يعني نتناوله بيساعد، يعني ما في أي مشكلة. بس ما في علاقة مباشرة 100% نتناوله أفوكادو تخلص من حلو. ربا بدنا نشكرك، يعطيك ألف عافية، وشكرا على الكوكتيل اللطيف كتير، نشجع على الأفوكادو بكل قوة، يعني حسيته ملك الفواكه هاي الفوائد. شكرا ربا، يعطيك ألف عافية.